أنا مبسوط كثير إني يكون في هذا الصباح موجود معكم. أنتو كنيسة عزيزة جدا جدا، ودائما نصلي من أجلكم بلبنان. الرب يبارككم، وأنتو كمان صلوا لنا، وحتى الرب يتمجد فينا جميعا. أمين أمين. دعونا نصلي. يا رب نشكرك ونباركك من كل القلب لأجل جلالة حضورك في وسطنا عند وعدك الصادق والأمين، أنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمك هناك تكون في الوسط. نعظمك ونباركك يا رب، لأنه عندما تحل البركة يا رب، عندما تأتي محمل ببركات السماء. من أجل ذلك نتوسل إليك يا رب، أنك أنت تؤمر ببركة غير اعتيادية على كل واحد وواحدة منا. أعين الكل إياك تترجى يا رب. نصلي كيما أنت تعطي الطعام في حينه. من فضلك يا رب أيضا نصلي لأجل بركة خاصة على كلمتك يا رب، تباركها تمسحها بالروح القدس لكي يكون لها وقعة ولكي يكون لها تأثيرة، لكي تكون عاملة وفاعلة مؤثرة مغيرة مبدلة يا رب، حتى اسمك يتمجد ويتعظم. بارك الجميع الماثلين أمامك، أذكر البعيدين يا رب، يا ليتك تخصهم بكلمة خاصة. أرجوك يا رب تساعدهم لكي ينتقلوا من الموت إلى الحياة، ومن سلطان الظلمة إلى ملكوت ابني محبتك. أرجوك تتمجد وتتعظم في وسطنا باسم المسيح يا أبانا أجبنا راحما. لك فيه المجد والكرامة والحمد إلى الأبد. آمين آمين. لتأملاتنا في هذا الصباح نقرأ من رسالة بولس الرسول إلى أهل فيليبي الأصحاح الثاني، فيليبي 2. أبتدي القراءة من العدد الأول. رسالة بولس الرسول إلى أهل فيليبي الأصحاح الثاني، وأبتدي القراءة من العدد الأول. فإن كان وعظ ما في المسيح، وإن كانت تسلية ما للمحبة، وإن كانت شركة ما في الروح، إن كانت أحشاء ورأفات، فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا، ولكم محبة واحدة بنفس واحدة، مفتكرين شيئا واحدا، لا شيئا بتحزب أو بعجب، بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم، لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجسو باسم يسوع كل ركبة، ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. آمين آمين. والرب يبارك كلمته لقلوبنا في هيدا الصباح. عدد خمسة من هذا المقطع. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. تأملاتنا بنعمة الرب في هذا الصباح هو أهمية أن يكون لنا فكر المسيح، أهمية أن يكون لنا فكر المسيح. كل الجهود، كل الأمور الروحية، الرب يعمل فينا لكي يصل بنا إلى هذا المستوى، أن يكون لنا فكر الرب يسوع المسيح.
نحن أوقات كتير ما منعطي الفكر أهميته في الحياة المسيحية، ما منعطي الفكر، منعطي القلب أهمية، منعطي النفس أهمية، ولكن الفكر، أن نعطي الفكر أهمية غالبا ما نهمل هذا الأمر. ولكن الشخص الدارس الذي يعرف الكتاب المقدس يعرف أنه الفكر لا يقل أهمية عن القلب ولا يقل أهمية عن النفس، لا بل هو ببعض المطارح يتقدم على القلب ويتقدم على النفس. إذا بدنا ناخذ مثلا قول المسيح بإنجيل متى 22 عدد 32، عندما جاء الفريسي ليجربه قال له: ما هي الوصية الأولى والعظمى في الكتاب المقدس؟ قال له: تحب الرب إلهك من شو؟ من كل قلبك، من كل نفسك، ومن كل فكرك. نفس المستوى، نفس العلاقة. الله ينظر إلى القلب، ينظر إلى النفس، وينظر إلى الفكر. إذا أهملنا عملية الفكر لن ننجح روحيا أبدا. لبل في مقطع في الكتاب المقدس، مقطع آخر، يقدم الفكر، الذهن على القلب. نحن هلأ عملنا الميموري تبع العهد الجديد بعبرانيين، عبرانيين إصحاح 8 عندما يتكلم 8-10 بيقول: لأن هذا هو العهد، عم يتكلم عن العهد الجديد، الذي أعهده مع بيت إسرائيل في تلك الأيام، يقول الرب: أجعل نواميسي وين؟ في أذهانهم. قدم الذهن على القلب وأكتبها على قلوبهم. ليش قبل في الأذهان؟ لماذا أولا في الأذهان ثم في القلب؟ لأن الذهن له أهميته، لأن الذهن له تقله، له وزنه. إذا ما انتبهنا لعملية الفكر لا يمكننا أن ننجح في الحياة الروحية. أحيان كتيرة، أحيان كتيرة بتحب الرب من قلبك وبتحب الرب من نفسك، ولكنك تخفق في الحياة المسيحية. لماذا؟ لأنك تهمل فكرك ولا تحب الرب من كل فكرك. فإذا الفكر له أهمية كبيرة في الحياة المسيحية. لماذا؟ أولا الفكر له أهمية كبيرة في الحياة المسيحية لأنه إعلان لسيادة الله المطلقة على الحياة. لك واحد: أنا الرب سيد على حياتي. شو اللي بيقلنا أنه الرب سيد على حياتك؟ بيقلنا شغلة واحدة، تعرف شو هي؟ عندما تكون سيادة الرب على فكرك، على أفكارنا، سيادة الرب تعلن بأن يكون لنا فكر الرب يسوع المسيح. الرسول بولس اللي عم يحكي هالكلام هيدا مرق باختبار لحتى وصل لهون، مرق بثلاث حالات. الحالة الأولى يلي مرق فيها الرسول بولس هي حالة عدم السيطرة من الرب على فكره، يعني كان خارج السيطرة. فكر الرسول بولس كان خارج السيطرة، مرق بهالمرحلة عندما كان بعيدا عن الرب، والذي كتب: ونحن أعداء، مثل ما تأملنا اليوم، مثل ما حكينا الدكتور ريمون. بيقول اختباره بكل صراحة، وبيتكلم عن اختباره في أفسس 2 وأفسس 4، بيقول انه نحن كنا مظلمو الفكر. بأفسس 4 بيقول: العاملين مشيئات الجسد وشو؟ والأفكار. كان الفكر فكر جسدي، كان الفكر فكر مظلم، كان خارج السيطرة الإلهية. مرق فيها،
مرق بحالي تاني الرسول بولس، مرق بحالي أنه يكون تحت السيطرة الجزئية، وهذا غالبا ما نقع فيه كمؤمنين. يعني نص فكره، خليني أقول أكتر من نص فكره، خليني أحطها بشي تاني، ليس كل الفكر تحت السيطرة، مرق فيها. برومية 7 يتكلم عن هذا الموضوع ويجسد لنا الصراع، الصراع الذهني، الصراع الفكري يلي عاشه الرسول بولس. اللي بيقول أرى ناموس آخر في أعضائي، يحارب ناموس ذهني فكري ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي، وبيصرخ ويحي أنا الإنسان الشقي. سيطرة، سيطرة جزئية، وهذه السيطرة الجزئية تؤدي إلى صرخة الرسول ويحي أنا الإنسان الشقي، ويحي أنا الإنسان الشقي. فإذا المطلوب سيطرة كاملة، وصلى الرسول بولس، وصلى. وعندما يتكلم إلى أهل فيلبي ويقول لهم فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، هو عم يحكيه عن اختبار، لأنه بكورنثوس 1:2-16 بيقول هذا الكلام، لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه، أما نحن فلنا فكر المسيح. يعني ما عم نحكي شيء بالخيال، ما عم نحكي شيء مجرد أمور صعبة المنال، نتكلم عن أمور تتحقق ومطلوب منا أن تتحقق، والرب يطلب منا أن يكون لنا فكره، يطلب منا هذا الأمر، هذا أمر إلهي أن يكون لنا فكر المسيح. وهو يتكلم عن اختبار، أما نحن فلنا، رسول بولس، فلنا فكر المسيح. كيف وصل لهون؟ أنا بدي أقول شغلي، بتعرفوا إذا منحب الرب من قلوبنا ما بيتأثر الشيطان، ما تتفاجئوا. إذا منحب الرب من نفوسنا ما بيتأثر الشيطان. إذا منحب الرب من أفكارنا ما بيتأثر الشيطان. أمتين بيتأثر الشيطان؟ وقت اللي منحب الرب من كل القلب، لأنه هيدي الوصية. وقت المنحب الرب من كل النفس، وقت المنحب الرب من كل الفكر، تكون سيطرة كاملة للرب على كل الفكر. يمكن أنت بتقول أنا بحبه للرب من قلبي 80%، 90%، عندك 10% عاطي مكان لإبليس. وفي وصية بتقول إلا تعطوا مكانا لإبليس، لا واحد، لا 0.1، ولا أي شيء في القلب والنفس والفكر. والفكر بتعرف وقت نعطي مجال للشيطان في أفكارنا، حتى لو كان جزء بسيط بسيط، بيخربك، بيخرب الحياة الجزء البسيط. وهذا عاش الرسول بولس عندما تكلم عن السيطرة الجزئية على فكره، شرح لنا إياها وشرحها في عمقه. شو بيصير أوقات بيجي الشيطان بيقول لك معلي فكرة صغيرة بسيطة هيدي، يعني تتلذذ فيها بفكرك، ما أنت ما عم تخطي، انت ما عم تخطي، هيدي فكرة بالفكر بس ما عم تخطي، انت مضبوط، العمل مضبوط، كله مضبوط، وتنخدع بفكرة بسيطة في الذهن، في الفكر 1%، تتلذذ بها، بتنبسط فيها، لكن هيدا 1%
بوصلك لصرخة الرسول بولس: ويحي أنا الإنسان الشقي، تؤدي إلى انكسار في الحياة ولا تؤدي إلى نصرة في الحياة. علياهو، أنا عندي الإيميل تبعي علياهو، بفتح الياهو، بتجوا بتعرفوا أنتوا على أول صفحة بالياهو بيجي مثل أخبار. فلفتني خبر من شهرين، لفتني خبر كتير هيك مكتوب: الثعبان، ما بعرف إذا حدا قريه يمكن اللي بيفتحوا ياهو، الثعبان الذي قتل صاحبه وشيعه. قلت أنا هالتيتر هيدا ملفت، خليني فوت وشوف شو الخبر، شو هذا الخبر. كبست عليه قريت: بكينيا بيربوا الثعابين مثل ما هون بيربوا الكلاب، ومثل ما بلبنان بيربوا البسينات. بيربوا الثعابين، بربيه مبسوط فيه، ثعبان لذيذ حلو، بينبسط فيه، بينبسط بملمسه. وإذ يوم من الأيام يقتله هذا الثعبان، يقتل صاحبه. أنا ما كنت أفهم شو يعني شيعه، إلا بس قريت وشيعه، يعني تاني يوم حسب الخبر يعني اللي قريته بالياهو، قتل صاحبه، تاني يوم طلع على المقبرة محل ما دفنوا صاحبه، وطلع وجلس هذا الثعبان على رأس المقبرة. هيك بتعمل الخطية، تقتلك، تدمرك، وتقف على باب القبر ملوحة بالنصر عليك، فتصرخ: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ طب ليه يا رب عم بيصير هيك؟ لأنه الفكر ليس تحت السيطرة الكاملة للرب. الفكر ليس تحت السيطرة الكاملة للرب. طب شو المطلوب؟ مطلوب سيطرة كاملة. طب كيف يا رسول بولس بدنا نعمل لحتى يكون الفكر تحت السيطرة الكاملة؟ قال: أنا بعمل شغلتين، أمرين فعلهما الرسول بولس حتى استطاع أن يقول: أما نحن فلنا فكر المسيح. وبيقلنا بهيدا الأمر عن الأمر الأول. الأمر الأول كان يفتكر بالشيء الواحد، ولكم محبة بنفس واحدة مفتكرين شيئا واحدا. شو هو هذا الشيء الواحد الذي كان يفتكر فيه الرسول بولس لكي يكون له فكر الرب يسوع المسيح؟ هيدا الشيء الواحد منشوفه بفيليبي 3 من 13-16، منشوف هذا الشيء الواحد. شيء واحد كان يفتكر به جعل له فكر المسيح. ما هو هذا الشيء الواحد؟ قال: أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا. شيء واحد شو هو؟ الأنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض. فجأنا الرسول بولس هون، كيف شيء واحد وعب يحكينا عن أمرين شيئين؟ هو بيقول أنا بفعل شيء واحد، لكن هذا الشيء الواحد مثنى، له أمرين. قال: أنا بنسى ما وراء وأمتد إلى ما هو قدام. ليش قال عنهم شيء واحد؟ حقلك ليه. لأنه في أشخاص بتنسى ما هو وراء، ولكنها لا تمتد إلى ما هو قدام، إنها لا تفعل الشيء الواحد. في أشخاص تمتد إلى ما هو قدام، لكنها لا تنسى ما هو وراء، فهي بالتالي لا تفعل الشيء الواحد.
لا تفعل شيء. الشيء الواحد هو أن ننسى ما هو وراء وأن نمتد إلى ما هو قدام سوا. اثنيناتهم بيمشوا مع بعضهم. بتعمل وحدة بتترك التاني، أنت لا تفعل الشيء الواحد، وبالتالي لن يكون لك فكر المسيح. طيب شو بدي أنسى؟ الأنسى ما هو وراء. شو بدك تنسى؟ على الأقل ثلاث أمور أساسية يجب أن ننساهم لكي يكون لنا فكر المسيح. أول أمر يجب أن تنسى كل الإساءات. نحن صلينا في هذا الصباح أنه يا رب كلمنا. تعرفوا مش مهم الموعظة إذا كانت حلوة أو مش حلوة، جميلة مش جميلة، مؤثرة أو مش مؤثرة. تعرف شو أهمية الموعظة؟ أهمية الموعظة أن تغيرنا، أن نخرج من هذا المكان ولنا تغيير في حياتنا. والشيء الأول يلي يجب أن نتغير فيه أن تنسى الإساءة. كثيرون من المؤمنين الذين يقفون عند الإساءة ولا ينسونها. طب كيف بتكون لك فكر المسيح؟ وكيف تعلل النفس بأن يكون لك فكر المسيح وأنت لا تنسى إساءة؟ بس يبين أي شيء، أنت عملت في هيك وهيك وهيك، وأنت عملت في هيك وهيك وهيك. كيف يكون لنا فكر المسيح؟ كيف يكون لنا فكر المسيح إذا ما رح ننسى الإساءة؟ بتعرفوا الرسول بولس بيقول لهم الكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفقين، متسامحين، كما سامحكم الله في المسيح يسوع. إذ كنا أعداء، هل قد كنا وسمحنا؟ إيه؟ كنا أعداء، كنا أبناء المعصية، كنا أبناء الغضب، عوجنا المستقيم. لو الله بده يحاسبنا ما حدا بيوقف. إن كنت تراقب الآثام يا سيد، من يقف؟ كما سامحكم الله. يا عمي مثل ما سامحكم الله في المسيح يسوع، سامحوا. فلننسى الإساءات. كيف منصلي الأبانا ولا ننسى؟ كيف نصلي صلاة الأبانا؟ أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتقم مشيئتك كما في السماء. اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر. وما وقف هون المسيح، بيكمل بآخر الأبانا، بيكمل بعلق على كما نغفر. يعني بصلاة الأبانا كلها معلق على شغلة إلا كما نغفر. شو كمل؟ لأنه بكمل بمتى، إنجيل متى 6:14، فإنه دغري عم بيقول من بعد صلاة الأبانا، فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. يعني بمعنى آخر، إذا ما غفرتوا، هي الآية بتقول فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم، بكمل بيقول إلا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. ما تعلي للنفس مش قادر سامح. شو مش قادر تسامح؟ يعني مش قادر يكون إلك فكر المسيح، ومش قادر تحط سيادة المسيح على فكرك. علينا أن ننسى الإساءة، ننسى الإساءات. علينا أن نتمتع بقوة الغفران، قوة الغفران. المسيح يلي غفر لنا خطايانا أعطانا إمكانية الغفران.
تعرفوا حياة استيفانوس؟ استيفانوس الذي أسيء إليه وليس إساءة عادية، لكنه رجم حتى الموت وهو عم بموت. لا لا لا، أنا بدي يكون إلي فكر المسيح، أنا أريد أن أتمتع وأحافظ على فكر المسيح. هو عم بموت استيفانوس، بيقول له يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. منين جبت هالغفران هيدا؟ لأنه يريد عنده فكر الرب يسوع المسيح. أول شيء يجب أن ننسى، يجب أن ننسى الإساءة. تاني شيء يجب أن ننسى هو أن ننسى الفشل. الفشل إذا ما بتنسى ما راح تزبط معك. بدك تنسى الإساءات، بدك تنسى الفشل. شو الفشل يعني؟ كل الفشل. كم مرة حاولت إنك تتوب وما زبطت معك؟ كم مرة حاولت إنك تتكرس للرب وما زبطت معك؟ كم مرة حاولت تقول له للرب يا رب أنا بدي أكون لإلك بالكامل وما زبطت معك؟ كم مرة حاولت تعمل شيء روحي وخدمة روحية وما زبطت معك؟ كم مرة؟ كثير، كثير من المرات فشلت 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 من فشل إلى فشل. وإجا الشيطان قال لك خلاص خلاص أنت عطول فاشل. بهذا الصباح انتفض وانسى، أنسى ما هو وراء، انسي الفشل. لا تخف من أن تقوم، لا تخف من أن تضع الفشل تحت دم يسوع، لا تخف أن تنطلق انطلاقة جديدة. قم وانطلق، انسى الفشل، انسى الفشل. أشجعك في هذا الصباح تنسى الفشل وتفتح صفحة جديدة مع الرب. انسى ما هو وراء، امتد الى ما هو قدام. انسى كل الفشل يلي انت فيه. امر ثالث يجب ان ننسى، يجب ان ننسى النجاح. تعرفوا في ناس، في ناس تقف عند النجاح وتبني الاطلال او تبكي على الاطلال بالنجاح. كيفك يا خيي؟ انا اسمع لقلك من 10 سنين وبخبرك تاريخ الانتصارات. ما تخبرني عن تاريخ الانتصارات من 10 سنين، وما تخبرني عن تاريخ الانتصارات حتى من سنة، هذا ما بفيدك. الانتصارات يلي عملتها طلعت للعرش وصارت عند الرب. بتعرفوا انه نحن كل يوم مطلوب منا نحقق انتصار جديد لعمل الصليب؟ كل يوم. ليش كل يوم؟ لانه رحمة الرب هي جديدة كل يوم. في كل صباح عندنا رحمة جديدة، عندنا نعمة جديدة، مع كل اشراقة شمس في عندنا رحمة لهذا اليوم. تعرفوا مزمور الراعي؟ الرب راعي فلا يعوزني شيء، الى مراع خضر يربضني، الى مياه الراحة يوردني. شو بيقول باخر مزمور الراعي؟ شو بيقول؟ انما خير ورحمة يتبعانني بعض أيام حياتي. شو رأيكم بهالقصة؟ بعض أيام حياتي، ما رأيكم؟ خير ورحمة بعض الأيام. هيك الرب بيتعامل معنا؟ إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. يعني كل يوم خير، كل يوم رحمة من عند الرب لكي تحقق انتصار جديد لعمل الصليب. كل يوم. وبتعرف إذا ما حققت، خسرت الرحمة وخسرت الخير يلي محطوط لإلك، ديبوزيت لإلك لحتى تصرفهم، حتى تسجل انتصار لعمل الصليب. مشان هيك أنسى ما هو وراء، أمتد إلى ما هو قدام. عليك أن تنسى، تنسى الإساءة، تنسى الفشل، وتنسى النجاح، وتمتد إلى ما هو قدام. كيف بدي أمتد؟ أمتد يجب أن يكون عندي الرؤية، أن أرى المسيح. عندما يكون لي فكر المسيح
أرى المسيح، أرى الأمجاد، أرى الأمجاد يلي ناطرتني. تسعى لتاخد البركة يلي الرب محضر لك إياها في الأمجاد. تسعى وبتصير تركض لكي تحقق انتصارات على حساب الصليب. نسعى لكي نحقق كل هذه الانتصارات. يجب أن ننسى وأن نمتد، أن نمتد، فلا نقف بل نمتد. تاني شغلة الرسول بولس قالها هي أن نفكر ليس فقط بالشيء الواحد، لكن نفكر بالشخص الواحد. نفكر بالشخص الواحد، يعني هل أعود اثنين بس؟ الأولي أنه نفكر بالشيء الواحد، أنسى وأمتد يلي هني شيء واحد. والأمر الثاني لكي يكون لي فكر المسيح، يجب أن أفكر في الشخص الواحد يلي هو الرب يسوع المسيح. هيدي كانت توصية الرسول لأهل فيلبي، لأهل فيلبي بأربعة ستة وسبعة، بيقول لهم هالتوصية وهالكلام وهالصلاة اللي بيصليها من أجلهم، بيقول لهم لا تهتموا بشيء، بل بكل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلن طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق العقل يحفظ قلوبكم و وين بده يحفظ أفكاري؟ أفكاركم في المسيح يسوع. يجب أن يكون الفكر محصور بشخص واحد الذي هو الرب يسوع المسيح. بكمل بهيدا، عندما يكون الفكر محصور بشخص المسيح، شو بيكون عنا؟ بكل بساطة بتعرفوا شو بيبين في عنا؟ السلام، سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم. هيدا السلام نحن لأنه الرب عطانا إياه وعم بمتعنا فيه مننسى قوته. هيدا السلام في قوة رهيبة للعالم. علينا أن نظهر سلام المسيح في عالم مضطرب، في عالم يفتقر إلى السلام. لا سلام قال إله الأشرار، ما في سلام في هيدا العالم، ما في سلام. لا المال بيجيب لك السلام، ولا الأرزاق بتجيب لك السلام، ولا الأعمال بتجيب لك السلام. اللي بيجيب لك السلام هو رب السلام، الرب يسوع المسيح. هيدا بيعطيك السلام، وبيعطيك سلامه الخاص. سلامي أعطيكم سلاما أترك لكم. سلامه، هيدا سلامه، سلامي، سلام المسيح، مش سلام عادي، هذا سلام المسيح في قوة. عندما نتمتع بسلام المسيح ونعيش في العالم، عالم لا سلام له، حينئذ يأتون ويسألونكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. بكون أنتوا أفكاركم تحت السيطرة الكاملة، تحت سيطرة الرب يسوع المسيح. مش بس هيك، عندما نفكر بالشخص الواحد بصير عندنا قيم منعيشها. بيقلن، بكمل بيقلن بهيدي نفس المقطع، بيقلن أخيرا أيها الإخوة كل ما هو حق. بس نتمتع بسلام المسيح وعم نتأمل بالمسيح في شخص المسيح، لا يمكننا إلا أن نعيش الحق، لأنه محصورة أفكارك بالحق يلي هو الرب يسوع المسيح. هو الطريق والحق والحياة. كل ما هو حق، نعيش الحق في زمن الأباطيل حيث لا حق. وللأسف صدقوني، الحق يلي لازم المؤمنين يعيشوا في هيدي الأيام، نرى بعض المؤمنين يساومون على الحق ويرفضون الحق. إظهار الحق، حق أصبح مفقود، وعلينا كمؤمنين أن نظهره. يكون عندما تكون أفكارنا محصورة بالمسيح، يمكننا أن نعيش الحق ونظهر الحق. كل ما هو حق،
كل ما هو جليل إظهار الاحترام، الاحترام الفائق الذي يصل إلى الإجلال، كل ما هو عادل، العدل في عالم فقد العدل مثل ما فقد الحق، كل ما هو طاهر في عالم فقد الطهارة. أصبحت الطهارة بالنسبة للعالم بساطة، وأصبحت الطهارة سذاجة بالنسبة للعالم. إنك تكون طاهر، إنك تعيش بطهارة، بالنسبة للعالم أنت ساذج. الحكمة إنك تكون مثل العالم ملتوي، هيك بقول العالم، ولكن عندما تكون أفكارنا محصورة في المسيح نعيش كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، نعيش الفرح، المسرة، كل ما صيته حسن يكون عندنا شهادة. تعرفوا بهيدي الأيام، سامحوني أرجوكم باسم المسيح، لكن في هذه الأيام الشهادة تبعيت المؤمنين، شهادة المؤمنين أصبح إذا انكسرت بالنسبة لإلهم مثل اللي عم يشرب الماء، انكسرت الشهادة. ومعلش تعرفوا الشهادة إذا انكسرت، أقول لكم صعب صعب صعب، أصعب ما يكون ترميمة، أصعب ما يكون ترميمة. من زمان المؤمن بشهادته بيحكي كلمة، كلمة، هذا مؤمن حكى هذه الكلمة ويرتبط بكلامه. في هذه الأيام الشهادة مكسورة، وبتعرفوا الشهادة المكسورة بتأدي لانكسار وليس لغلبة، لأنه الغلبة الغلبوه بشو؟ بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. مش الكلمة انه بتحكي شهادتك واحد بيطلع بيحكي شهادته، لا، بيقولوا صوت حياتك اقوى من صوت شهادتك. شهادة الحياة ان نعيش في عالم موبوء، ان ننير وسط جيل معوج وملتوي، نضيء بينهم كأنوار. الشهادة شهادة الحياة، كونوا قديسين كما أن أباكم الذي في السماوات قدوس، كونوا كاملين لأن أباكم الذي في السماوات هو كامل. جاي الرب كعينة بهالقصص هاي، لا، عطيك النعمة وعطيك القوة وعطيك الفهم وعطيك كلمته ومزخر فيك كل كنوز الحكمة لكي تستطيع أن تعيش في شهادة حية. وبيحكي هون بالشهادة بأمرين، بيحكي عن الفضيلة، بس عم بيحكي عن الشهادة، بيحكي عن الفضيلة، عن المبادئ، عن القيم. هاي الفضيلة، القيم المسيحية، في قيم، في قيم أيها الإخوة، هناك قيم مسيحية يجب أن نعيشها. فقدت القيم، باد الصديق، كل ينادي بصلاحه، أما الرجل الأمين فمن يجده؟ الشهادة فيها فضيلة وأيضا فيها مدح. قال بهاي بك تفتكروا، بك تفتكروا بهاي، ففي هذه افتكروا، كل ما صيته حسن إن كان فضيلة، مبادئ مسيحية وقيم، وإن كان مدح. شو يعني إن كان مدح؟ يعني وقت اللي بك تحكي عن حدا، وقت اللي بك تحكي عن حدا تجيب سيرة حدا، بدك تجيبها بالمدح، بالفكر الإيجابي. وإذا عندك شيء سلبي بتحكي بوجهه، بتحكي بوجهه، كل ما مدح تفكير إيجابي تمدح فيه. هناك إيجابيات في الحياة نركز عليها بكل شخص، وهذه تعتمد على قوة التفكير الإيجابي. ففي هذه افتكروا، فكر المسيح هو الفكر الذي يفعل الشيء الواحد، وهو الفكر
الذي يفكر بالشخص الواحد، وهذا ما يريده الرب أن نصل إليه. النتيجة، أنا خلصت، هقلكم نتيجة سريعة، هقراها بسرعة. النتيجة لك شو بيصير بالمقطع يلي قريناه أول شيء، يعني بفيليب 2:2، شوف النتيجة. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. شو بيعمل؟ شو النتيجة؟ لكن النتيجة، فكر المسيح يوحد أفكار المؤمنين، بيقول لهم فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا. فكر المسيح يوحد محبة المؤمنين ولكم محبة واحدة. فكر المسيح يوحد أنفس المؤمنين ولكم نفس واحدة. تعرفوا أنا عبقولهم على السريع، بس هيدول كل وحدة إلى وزنها. تعرفوا إذا ما في نفس وحدة بالكنيسة لا يوجد بركة، إذا ما في محبة صادقة في الكنيسة لا يوجد بركة. خليني أقولهم بس على السريع، فكر المسيح يوحد أنفس المؤمنين، فكر المسيح يبعد فكر التحزب، لا شيء بتحزب. فكر المسيح يبعد فكر الإعجاب، لا شيء بتحزب أو بعجب بكبرياء. فكر المسيح الذي يبعد الكبرياء يعطي فكر التواضع. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. فكر التواضع، فكر الانكسار. مشان هيك بمحلات تاني بيقول لهم ودينا بعضكم بعض بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعض بالكرامة، مقدمين بعضكم البعض بالكرامة. بكورنثوس 1:10، ولكني أطلب إليكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا جميعكم قولا واحدا، ولا يكون بينكم انشقاقات، بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد. ها فكر المسيح. أخيرا بطرس، كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع. عندما يكون لنا فكر المسيح نأخذ هذه البركات. أمين. الرب يعطينا في هذا الصباح فكر المسيح. أمين. لكي يكون لنا فكر المسيح يجب أن نخضع لسيادته المطلقة على حياتنا. أمين. أمين. دعونا نصلي.